الفصل الخامس في ذكر أهم شروط تحصيله. وبعد ذكر الأسس المتينة لابد من شروطه المعينة، وإنني على الأهم أقتصر وعن قصور في البيان أعتذر. شروطه قدر من الذكاء ما أبعد العلم عن الغباء، فمن حباه الله فمن ثاقبا كان شهابا في العلوم ثاقبا. والبذل للجهد مع الحفاظ على الزمان مسلك الحفاظ، فالوقت أغلى ما حباك المولى، حذار أن تضيعه وأولى. وبعلو الهمة اتصف ولا تخلد إلى الراحة إن رمت العلا. لا يطلب العلم عشير الكسل، كلا ولا مجالس للهمل، كذاك لا يطلبه ذو الملل. وكل بطال ضعيف الحيل لابد للعلم من الصبر ومن إتعابك الجسم، فكن بذا قم وارحل إلى عواصم الأمصار، واعمد إلى أشياخها الكبار. لا تأخذ العلم عن الصغار فإنه مظنة الصغار، ولا تكن مستعجلا في الطلب ما فاز عجلان بنيل الأرب. لابد من طول الزمان فادأبي واسهر على تنقيحه ونقبي. لا يجتني ذو النخل منه الرطبا دون انتظار نال فيه التعبا. العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته. ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر أن يجمعه. فالتمس الأنفع والأهم واصرف إليه يا بني الهم، ولتبدأ التحصيل في مقتبل عمرك واحذر لذيذ الأمل. فالحفظ يا بني في سن الصغر يثبت كالنقش على متن الحجر، وأن حفظ المرء في حال الكبر كالرقم في الماء كما جاء في الأثر. وإن أردت يا بني الأخذ عن أولي الرسوخ فاقصدا أهل السنن، واجتنب الأخذ عن المبتدع فربما تبلى بحب البدع. قال علي ذو التقى اتقوا البدع، ولتلزم المهيع فهو المتبع. وكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف، وتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والسنة الغراء منها جي ومن طريقها أجي وحبها أكن. لذاك لابد من أمرين هما حسن السؤال عن خيار العلماء، ثانيهما أن تستخير الله في الأخذ عن الأمثل منهم فامتثل. وإن من بين رجال العلم من استفاض فضله في القوم، وكملت في عصره أهليته وعرفت أخلاقه وعفته، وظهرت بين الورى ديانته واشتهرت لديهم صيانته. فذا هو القدوة فالزم مجلسه، وحقه احذر يا فتى أن تبخسه.